بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي غيرها، بختار إنديجو. بس أنا عايز أسألك سؤال تاني، لما اتقالك أنت النهاردة هتروح، النهاردة وأنت بتلبسي أهو راح تقابلي فخامة الرئيس شخصياً، أنا نفسي يعني ممكن ريقي ينشف 14 سنة قبلها وركبي تلعب بينج بونج مع بعض، أنت بقى عملتي إيه؟ لو أنا حسيت قوي بده ما كنتش روح. يعني هتروح عليا نوم يعني ما كنتش فلا كان إحساسي عايزة أقابل المواطن بجد عبد الفتاح السيسي. قالوا لي لازم التقطوقة ولازم لازم التقطوقة تتحط. لا براحتكم خالص. الخاتم ده ايه يا فندم؟ معلش انا عايزه اسال من اول لحظه قبل ما نشوف. الخاتم ده ايه؟ معلش بتعتز بيه على طول لابسه في ليه حاجه؟ لا والله ما فيش. انتوا بال انتوا مين؟ لا انا الناس ملوش حاجه بتحب. لا ابدا، هو هديه من يعني حد غالي عليا قوي ومن ساعتها والدي يعني. ما فيش بقى هنا لحظه مخرجه تنمري تظبطي بالظبط انت عايزه رياكشن شكله ايه او بتاع خالص يعني في مونتاجك مثلا؟ ماشي اكيد في المونتاج يعني مثلا احنا لو هنا سجلنا 3 ساعات بتبقي عايزه تكثفي كل اللحظه، فممكن ده طبعا حصل في المونتاج يعني اكيد انه اكثف اللحظات. انت لعبتي بالباك جراوند ولعبتي بالاضاءه الحلوه او النور الاضاءه ربنا. الحلوه يعني لانه كان شمس ده زيزو احمد عبد العزيز يعني اللي وانت مصور كمان قطعاتك كلها يعني لا في ايقاع واقع ولا في حاله ما اللي هي عامله كده دي، يعني في حاله طبيعيه وسلاسه وبني ادمين وصراحه وراحه، صراحه وراحه بصراحه يعني الحمد لله. يعني مش عارف يعني هو بصي انا شايفه العشر دقايق دول انه هو كده ويتشافوا كده وما يتشافش منه حاجه ويتشافوا معانا دي بالنسبه لي هو ده الموضوع. اللعمه ب 75 جنيه اللي مستلمها خراب. مفيش امان. اهم شيء الماما. هفضل اقول دايما ان التحدي اللي جوه مصر اكبر من اي رئيس، بس عمره ما هيبقى اكبر من المصريين. هل حضرتك همك شعبيتك ولا مش دي في حاجه اهم؟ ان انا اكون محل اجماع مطلق ده مش هيحصل. وعمل مشاريع كتيره جدا. مش حاسه ان دي حاجه تمس المواطنين في حاجه. ده كل اللي بيتعمل ده عشانك انت. طب ما قلتش وانا اما بحاكم مش هعمل كده ولقيت نفسك بتعمل كده. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. انديجو، اختيار يغير حياتك.